الفصل الخامس من رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ. حملق الرجال القليلون بأعين لا تصدق، وقاموا قومة رجل واحد: يا أرض احفظي ما عليك، ليلة بيضاء بالصلاة على النبي. وأحدقوا به وعلى رأسهم معلم القهوة وصبيه، وعانقوه وقبلوا وجنتيه، وشد سعيد مهران على أيديهم واحدا فواحدا وهو يقول بامتنان: أشكرك يا معلم طرزان، أشكركم يا إخوان. متى؟ أول أمس. تفاءلنا خير بأخبار العيد، الحمد لله. وبقية الجدعان بخير وكل شيء بأوان. ولبثوا يتبادلون الأخبار حتى أخذه المعلم إلى أريكته ورجاهم أن يعودوا إلى مجالسهم، فعادت القهوة إلى هدوئها، لم يتغير شيء كأنه تركها بالأمس. الحجرة المستديرة، النصبة النحاسية، الكراسي الخشبية ذات المقاعد من القش المفتول، الزبائن القلائل المعروفون الموزعون في الأركان يحتسون الشاي ويقعدون الصفقات، ومن خلال النافذة الكبيرة والباب لاح الخلاء شاملا متراميا إلى غير نهاية، والظلام كثيفا لا تخففه بارقة، والصمت مهيبا على ضحكات متقطعة يرمي بها الهواء من الخارج، وجرى تيار جاف منعش ما بين الباب والنافذة يحمل طابع الصحراء من القهوة والنقاء. تناول سعيد الشاي من الصبي ثم رفعه إلى فيه قبل أن يبرد، ومال نحو المعلم متسائلا: كيف حال الشغل؟ فلوى طرزان شفته السفلى في امتعاض وقال: نذر من يعتمد عليه من الرجال، لما كف الله الشر. تنابلة كأنهم موظف الحكومة. فندت عنه نفخة ساخرة وقال: التنبل على أي حال خير من الخائن، بسبب خائن دخلت السجن يا معلم طرزان، يا لطف الله. فحدجه بنظرة نافذة متسائلا: ألم تسمع بالخبر؟ فهز المعلم رأسه في أسف ولاد بصمت مبين، فهمس سعيد في أذنه: يلزمني مسدس جيد. فقال طرزان بلا تردد: تحت أمرك. فربت على منكبه شاكرا، ثم قال بشيء من الارتباك لكن ليس، فوضع أصبعه الغليظ على شفتيه قاطعا كلامه في عتاب وهو يقول: لا عاش من أحوجك إلى اعتذار. وأتى على ما في القدح في ارتياح، ثم قال ماضيا إلى النافذة، وقف وراءها ناصبا قامته النحيلة المفتولة المتوسطة الطول، فبسط الهواء جناحي جاكيتته كالشراع، ومد البصر إلى الخلاء المنتشر على الأرض المفعم بالظلام، فتبدت النجوم في السماء الصافية كالرمال، وكأن القهوة جزيرة في محيط أو طيارة في سماء. وفي أسفل الهضبة التي تقوم عليها القهوة تحركت السجائر في أيدي الجالسين في الظلمة من رواد الهواء الطلق، وعند الأفق الغربي لاحت أنوار العباسية بعيدة جدا، يشعر بعدها بمدى توغل القهوة في الصحراء. وأطل من النافذة فصعدت إليه أصوات الجالسين حول الهضبة النازحين إلى الصحراء طلبا للهواء والراحة، وانحضر إليهم صبي القهوة حاملا نرجيلة تتوهج جمراتها ويتطاير منها الشرر متقطقا، واحتدم الصمر تتخلله الضحكات، وقال صوت يافع ملتدا بالحديث فيما بعد: دلوني على مكان واحد في الأرض ينعم بالطمأنينة. فأجابه آخر متحديا: هذا المجلس، ألا ينعم مجلسنا بالطمأنينة؟ تقول الآن وهذه هي المأساة؟ لما نلعن القلق والمخاوف؟ ألا تعفين في النهاية من التفكير في المستقبل؟ إذن فأنت عدو للسلام والاستقرار. إذا كان حبل المشنقة حول عنقك فالطبيعي أن تخشى الاستقرار. هذه مسألة خاصة يمكن معالجتها فيما بينك وبين عشماوة. أنتم تثرثرون في هناء لأنكم في حمى الظلام والصحراء، ولكنكم لن تلبثوا أن تعودوا إلى المدينة، فما الفائدة؟ المأساة الحقيقية هي أن عدونا هو صديقنا في الوقت نفسه. أبدا، المأساة الحقيقية هي أن صديقنا هو عدونا، بل إننا جبناء، لما لا نعترف بهذا؟
ربما، ولكن كيف تتأتى لنا الشجاعة في هذا العصر؟ الشجاعة هي الشجاعة، والموت هو الموت، الظلام والصحراء هي هذا كله. يا له من سمر، ماذا يقصدون؟ لكنك شعرت بأنهم يعبرون عن حالك على نحو ما، نعم على نحو غامض كأسرار هذا الليل. أنت أيضا كانت لك يافعة متوثبة، والقلب سكران برحيق الحماس، والسلاح تحصل عليه للجهاد لا للاغتيال. وراء هذه الهضبة التي تقوم عليها القهوة كان فتية يتدربون على القتال بثياب رثة وضمائر نقية، وساكن القصر رقم 19 على رأسهم ويمرن ويلقي بالحكم. المسدس أهم من الرغيف يا سعيد مهران، المسدس أهم من حلقة الذكر التي تجري إليها وراء أبيك. وذات مساء سألك سعيد ماذا يحتاج الفتى في هذا الوطن، ثم أجاب غير منتظر جوابك: إلى المسدس والكتاب. المسدس يتكفل بالماضي والكتاب للمستقبل، تدرب واقرأ. ووجهه وهو يقهقه في بيت الطلبة قائلا: سرقت. هل امتدت يدك إلى السرقة حقا؟ برافو. كي يتخفف المغتصبون من بعض ذنبهم، إنه عمل مشروع يا سعيد، لا تشك في ذلك. وشهد هذا الخلاء مهاراتك، قالوا: إنك الموت نفسه، وإن طلقتك لا تخيب. وأغمض عينيه مستسلما للهواء النقي، وإذا بيد توضع على كتفه، فالتفت وراءه فرأى المعلم طرزان مادا يده الأخرى بالمسدس وهو يقول: نار على عدوك بإذن الله. فتناوله ومضى يتفحصه ويختبره، ثم سأله: بكم يا معلم؟ هدية. كلا، كل ما أرجوه أن تمهلني إلى ميسرة. كم طلقة تحتاج؟ فعادا معا متجهين نحو أريكة المعلم. وعندما مر بباب القهوة لعلعت في الخارج ضحكة أنثوية، فضحك المعلم طرزان وقال: نور، ألا تذكرها؟ نظر سعيد إلى الظلام خارج الباب فلم يرى شيئا، وتساءل: أما زالت تجيء إلى هنا؟ من حين لآخر ستفرح لرؤيتك. صايدة، طبعا ولد ابن صاحب مصنع حلوى. ولما جلس على الأريكة نادى المعلم صبيه وقال له بصنعة لطافة: قل لنور أن تأتي، لتأتي ليرى ماذا فعل الزمان بها، التي عبثا أرادت امتلاك قلبه، قلبك الذي كان ملكا خالصا للخائنة. وليس أقصى على القلب من أن يروم قلبا أصم. عندما تخاطب البلابل حجرا أو تداعب النسمة أسنانا مدببة، حتى هداياها إليه كان يهديها إلى نبوي عليش. وربت المسدس وهو مستكين في جيبه وعض على أسنانه، وظهرت نور عند الباب غير متوقعة للمفاجأة التي تنتظرها. فلما رأته توقفت على بعد خطوات في ذهول، ونظر إليها باسما وفي إمعان، بدت أنحل مما كانت، واختفى وجهها تماما تحت المساهيق الدسمة، ونطق بالإغراء فستان أبيض انطلقت منه الأذرع والسيقان بلا حرج، وقد شد حول جسدها كالمطاط حتى صرخ التهتك، وعربد شعر رأسها القصير في تيار الهواء، وسرعان ما هرعت إليه حتى تلاقت الأيدي وهي تقول: حمدا لله على سلامتي. وضحكت ضحكة عصبية تداري بها تأثرها، ثم اندست بينه وبين المعلم طرزان: كيف حالك يا نور؟ فأجاب طرزان باسما: هي كما ترى، نور ونور. وقالت المرأة: بخير، وأنت صحتك عالم، لكن عينيك أنا أعرفك وأنت غضبان. فتساءل باسما: كيف؟ لا أدري كيف أقول. نظرة محمرة وإنذار يتحرك في شفتيك. ضحك ثم قال بأسف: سيأتي صاحبك ليأخذك. فقالت وهي تهز رأسها لتزيح خصلة شعر عن عينيها: إنه لا يعرف رأسه من رجليه، على أي حال فأنت مقيدة به. فرمته بنظرة ماكرة وهي تتساءل: أتحب أن أدفنه في الرمال؟ ليس الليلة، سنلتقي فيما بعد. ثم في شيء من الاهتمام قيل: إنه لقطة. نعم، وسنذهب بسيارته إلى مدفن الشهيد، فهو يحب الخلاء.
وتجلت في عينيه نظرة اهتمام لم تخفى عليها، وتساءل وكأنما يحدث نفسه: يحب الخلاء عند مدفن الشهيد. اضطرب جفناها، وازداد اضطرابها عندما التقت عيناهما، ثم تساءلت في عتاب: أرأيت أنك لا تفكر بي؟ وهو لا يكاد يلقي بالا إلى عتابها: لما؟ أنت عزيزة جدا، بل أنت تفكر في اللقطة. فابتسم قائلا: إنه ضمن تفكيري فيك. فقالت بقلق: إن انكشف أمري ضعت، أبوه قوي وأهله كالنمل. هل أنت في حاجة إلى النقود؟ في حاجة إلى السيارة أشد. وقام وهو يقرص خدها برقة ويقول: كوني طبيعية جدا، لن يحدث شيء مما تخافين، ولن تتجه إليك الظنون، لست طفلا، وسوف نلتقي بعد ذلك أكثر مما تتصورين.